بسم الله، راح نبلش ب زي سؤال جديد. السؤال هذا راح ابلش احله من الكتاب افضل، لانه الرسمات راح تكون اوضح وادق وراح تكون اضمن كمان. تمام، زي هون عندنا ايش؟ عندنا فريم، هذا الفريم ماله مايل. كيف يعني مايل؟ زي آلة التصوير اللي معاي، شو هذا؟ اوكي، هذا الفريم مايل زي ما حكينا، هو اكزامبل 14 4 14. هذا الفريم المايل في عليه قوة موزعة، اوكي، موزعة بنفس ايش؟ ميلان البيم. تمام، وفي عندنا كمان اللي هو مستقيم، يعني بيم مستقيم. تمام، هلا بالنسبة للرياكشن، الرياكشن عندنا موجودة مطلعينها هون، لو يكون واضح انه هون مطلعينها ايش؟ نص باثنين. كيف؟ هسه رح نيجي احكي كيف. راح ابلش اخذ ايش؟ نطلع الرياكشن هاي كأنه فيكس هاي، لا برضو هاي، هاي رولر. تمام، ماخدينها رولر. تمام، فهاي الرولر هون، اوكي، وفي عنا هنج هون، اوكي. فلو ناخذ المومنت هون، فلما ناخذ مومنت هون بصفي عنا بس سي واحد. ناخذ الفري بادي دايجرام للشكل، اذا في هاي فري بادي دايجرام هون موجود، رح ناخذ مومنت هون. لما تاخذ مومنت هون راح تعمل الكونسنتريتد هون. كونسنتريتد هون شو قيمته؟ هاي ها اللي هي 0.14 14 14. تمام، مضروبة في ايش؟ في القيمة، في المساحة هاي، في الطول هذا. الطول هذا عبارة عن ايش؟ عنا 10 فيت ب10 فيت، يعني لما يكون ناخذ تان انفرس للعشرة على عشرة رح يعطيني ايش؟ 45. اذا هاي الزاوية اهم اشي تعرف انها هاي 45. اوكي، انا اسهل اشي رح نجي نشرح عليها كمان. اذا رح ناخذ تان انفرس، لو اخذنا هون ورقة، اوكي، ما رح يبين، صح؟ رح يبين، رح يبين. تمام، اذا هاي الزاوية هون كم؟ 45. إن هاي الزاوية 45. تمام، واضح معنا إنه ليش 45؟ لأنه هاي 10 هون، تمام، وهاي 10 هون. تمام، هيك أتوقع واضح أو مش واضح، مش عارف. 10 بـ10 هاي الزاوية راح تصير 45. أوكي، راح نكمل. هذا راح يصفي عنا هون 45. رح نحكي هاي 10 بهاي 10. طيب 10 بـ10 هاي كم طولها؟ هذا رح نيجي نحكي الطول. فيثاغورس بتقدر تحكي فيثاغورس، نطلع هذا الطول، اوكي. فبنيجي بنحكي عنا قيمة ال النورمال فوق قيمة الموزعة. تمام، لو نيجي نحسبها على الآلة الحاسبة مثلا، اوكي، رح نيجي نحسبها على الآلة الحاسبة، رح اطلع احكي 10 تربيع زائد 10 تربيع، اوكي، جذر الانسر رح يطلع معي، جذر الانسر، دقيقة، جذر الانسر رح يطلع معي هاي 14 و14. لو حسبتوها، اذا 10 تربيع 10 تربيع اللي هي هاي نفسها 10 تربيع، جذر طبعا لانه هون عندنا فيثاغورس، الكل بيعرف يطلع فيثاغورس، اتوقع راح يطلع معي 14.14. ف 0.14.14 اللي هي الدبليو مضروبه في في الطول هذا عشان نطلع قوه مركزه، راح يعطيني 2 كيلو 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 بايت هون اتوقع، او كيلو نيوتن، ما علينا. تمام، نرجع للنقطه اللي احنا كنا نحكي فيها، انه ناخذ مومنت هون، فهاي رح تيجي عكس عقارب الساعة، مع عقارب الساعة، فرح نحكي سالب تنين في كم؟ هاي في 5، جاي بالنص. طبعا معروف انه 10 10 نصها 5، اوكي، اذا نص المسافة هاي، نص المسافة هاي، تمام، 5. فبنحكي ايش؟ سالب 2 في 5، اذا سالب 10 بايش؟ اكس، سوري، هاي 20، ليش 20؟ اللي هي 10 من هون و10 من هون، اوكي، من احنا بناخذ مومنت هون، فرح يكون 10 بـ10،
هاي 10 ب10 وهاي 10، فهون صارت تحت 20. تمام، فاذا نحن نحكي سي واي اللي هو مش معروفه لحد الان، بنطلعها ماشي عكس اقارب الساعه مضروبه في 20. تمام، فرح تطلع معنا ايش سي واي المجهوله نص، يعني مثلا ميشن اوف اف اكس رح تطلع معي هاي نص هاي، لانه هون ما في عليها قوه اكس، ما في غير هاي القوه. ماشي نعمل سميشن اوف اف واي رح يطلع معي 2، لانه هاي القوه الموزعه ما في غيرها وهاي قوه عموديه. اوكي، هلا هذا كله رح نجي. هلا طلعنا المجاهيل. تمام، هلا رح ناخذ كل، حكينا كل بيم لحال. ليش؟ لانه هذا فريم، رح نيجي نعمل كات من هون. تمام، هذا الكات رح ناخذ اول جزء له هون من تحت، رح نيجي نحط هون ان وفي زي ما تعلمت بالفيديو السابق. رح نحط هون ان هون نورمال فورس وفي. تمام، هسا هون بالسؤال ما في عندنا قوه، ما في عندنا قوه جاي على محور واي، ما في شير هون، فما في غير الرياكشن هون والان والفي اللي هون. تمام، فهيها عندي ان هون وفي، عندي هون ان وفي، فالان هون 2 والفي هون 5. رح نجي نعمل summation of f y ماشي، او summation of f ما اخذنا هذا الجسم عملناه هيك، فرح يكون عندي هون نص بنص وهون 2 ب2. فلما نجي نحكي هون رح يكون عندي هاي الفي، رح يكون عندي سالب نص، رح انزل نص، هيها نزول سالب نص، رح اكمل ما في عندي قوة، رح اكمل ورح اطلع نص من خلال الموضوع. هلا بالنسبة للمومنت المساحات، اذا هاي بالسالب، فالمومنت هون ماخده سالب، تحت سالب وفوق موجب ماخد، فرح تكون للاسفل من صفر لتحت سالب 5 اللي هي هاي نص في 10 اللي هي 10 على 2 5. هاي اول واحدة. تمام، هلا هون في قضية بخربطوا فيها كثير طلاب. هاي القضية اللي راح اشرحها اولا، بعدين راح امشي على البيم المايل. راح اضوي ضوء وارجع لكم. هسه هون بعد ما ضوينا الضوء، طبعا رسمت لكم كم رسمة عشان نوضح فكرة الزوايا ونوضح فكرة انتقال القوى. هلا هون زي ما وقفنا المرة الماضية طلعنا N و V اللي هي كانت 2 للأسفل، 2 للأسفل ونص لليسار. هلا هون زي ما حكينا بنقلب، نقلب اللي تحت بصير لفوق والشمال بصير يمين. تمام، ولكن احنا ملاحظين انه هذا البيم مايل، لكن هذا البيم مايل، اذا كل القوة اللي لازم تكون على نفس ميلان المحور. تمام، اذا كل القوة اللي هون لازم تميل بنفس هدول، يعني لازم يتحللوا بنفس الميل الممبر. لانه لما نيجي نرسم هذا، نيجي ناخده ونعمله زي هيك، نمسكه زي هيك، رح نلاقي انه هاي التنين فتلها هيك ماشي، فرح تصير اوكي، فرح تيجي للجهة الثانية يعني زي هيك. اوكي، هاي اثنين يعني هاي بالعكس لما نيجي نفتلها يعني. اوكي، رح تكون مايلة عن البيم. اوكي، بالنسبة للواحد ونص، للنص سوري، لما تيجي تحكي للنص هاي اثنين. اوكي، هاي اثنين، لما تيجي تحكي للنص وين النص، هيو رح تفتله.